Good morning, good afternoon, good evening, at any time. How are you today? حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي مكملين مع بعض. Unit 1, Lesson 2. النهاردة يا أبطال هنتعلم مع بعض مجموعة من الكلمات المهمة وكمان هنتعلم امتى استخدم some وامتى استخدم any. امتى استخدم a وامتى استخدم آن. يلا يا أبطال نبدأ مع بعض بقراية الكلمات الجديدة. pizza pizza, grapes grapes, honey honey, yogurt yogurt, فول مدمس فول مدمس, مهلبية مهلبية, french fries French fries, shopping list, shopping list, pizza, grapes, honey, yogurt, فول مدمس, مهلبية, French fries, shopping list. We use milk to make grapes, honey, yogurt, nuts. نستخدم الحليب لكي نصنع ايه؟ yogurt, زبادي. The space list makes me remember what I want to buy. Cooking, driving, playing, shopping. The shopping list makes me remember what I want to buy. قائمة التسوق تجعلني أتذكر ما أريد أن أشتري. Bees make so they are very useful insects. Honey, النحل بيصنع العسل لذلك هم إيه؟ حشرات مفيدة. He cuts the potatoes to make French fries. Excellent, يا أبطال. He cuts the potatoes to make French fries. يلا يا أبطال نبص على المحادثة الجميلة. زباين وبياع رايحين يشتروا مع من البائع. الأول البائع بيرحب بيهم. Hello, what would you like? Hello, what would you like? ماذا تحبين؟ الأول نحيي الزبون علشان يشتري. نشجعه إن هو يشتري. Hello, what would you like? الزبون بقى بيقول إيه؟ I would like some وأي حاجة هو عايزها. وبعد كده كلمة please. هنا الزباين عايزين إيه؟ I would like some carrots. Please, I would like some carrots. Please, أود بعض من الجزر من فضلك. طيب لو عايز عنب هقول إيه يا أبطال؟ I would like some grapes. Please, عايز بطاطس. I would like some potatoes. Please, عايز طماطم. I would like some tomatoes. Please, عايز بصل. I would like some onions please, عايز موز. I would like some bananas please. I would like some, I would like some. خلي بالك شايفين some لازم يجي وراها اسم جمع, يعني لازم تقول some وبعدها جمع. طب ينفع اقول some banana ولا bananas؟ bananas. Some potato ولا some potatoes؟ potatoes. Some tomato or tomatoes? tomatoes. يبقى أول استخدام لسم قبل إيه؟ قبل الاسم الجمع. بعد كده ماما بتسأل التاجر مرة تانية. Are there any tomatoes? Are there any tomatoes? هل يوجد أي من ثمار الطماطم؟ Yes, look. There are lots of tomatoes. There are lots of tomatoes. نعم انظري يوجد الكثير من ثمار الطماطم.
فاكرين يا ابطال يوجد يعني ايه؟ there is للمفرد وthere are للجمع. there is للمفرد وthere are ايه للجمع. يعني لو موجوده طماطمايه واحده بس اقول ايه؟ there is a tomato. لو موجود طماطم كتير there are lots of tomatoes. lots of tomatoes ممكن ابدل lots of ب a lot of. طبعا الكثير من lots of او a lot of. there is للمفرد وthere are للجمع. طب معناهم ايه؟ يوجد there is يوجد للمفرد، there are يوجد للجمع. تعال نشوف كمان هل يوجد ممكن استخدم is there هل يوجد للمفرد و are there هل يوجد للجمع. السؤال بيقول لي هنا ايه؟ are there any tomatoes هل يوجد اي من ثمار الطماطم. خلي بالك هنا are علشان tomatoes جمع، دي حاجة تمام، يعني are there لازم يجي بعدها جمع طبعا يا مستر. طب ايه حكاية any؟ any دي معناها اي، بتيجي في حاجتين يا ابطال، سؤال ونفي. سؤال وايه؟ ونفي. هنا بنستخدم السؤال هل يوجد are there any، بس لازم يجي بعدها اسم جمع او كمية. are there جمع لكن is there كمية. are there any tomatoes شايفين are there any يبقى لازم يجي جمع وده سؤال. طيب امتى استخدمها كمان؟ في حالة النفي، لو ما فيش طماطم خالص اقول ايه؟ no there aren't any tomatoes، يعني في النفي وتكوين السؤال. برافو يا ابطال، no there aren't any tomatoes، لكن هنا الكثير من الطماطم there are lots of tomatoes. ينفع احذف lots of واستخدم any؟ لا طبعا. ليه طيب يا مستر؟ علشان دي جملة مثبتة ما فيهاش not، لكن لو قال لي there aren't هستخدم any. طيب ممكن يا مستر احذف lots of واكتب some البعض؟ ممكن طبعا، some بتيجي في الجملة المثبتة، هنعرف بالتفصيل دلوقتي. ركز معايا هنا، الزبونة بتسأل are there any tomatoes؟ yes look there are lots of tomatoes، يوجد الكثير من ايه؟ الطماطم. would you like an orange؟ would you like an orange؟ ماما بتسأل بنتها هل تودين برتقانة؟ would you like an orange؟ يا مستر ليه ما استخدمت السم؟ انا قلت لك سم بيجي بعدها اسم جمع او كمية، هنا اورنج واحدة بس علشان كده استخدمنا قبلها ايه؟ ان. امتى ان؟ قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت ايه؟ متحرك. قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك. would you like an orange؟ طيب لو عايزة برتقانة واحدة بس هتقول yes please، نعم نعم من فضلك yes please. ممكن اسأل سؤال؟ لو قلت هل تودين مانجو، مانجاية واحدة بس، would you like a mango صباع موز واحد، would you like a banana طماطمية واحدة، would you like a tomato بطاطساية واحدة بس، would you like a potato. طيب لو عايز يا مستر ايس كريم هقول ايه؟ would you like an ice cream، an علشان ice cream تبدأ بصوت متحرك. طب لو عايز اسأل هل تودين تفاحية واحدة هقولها ازاي؟ would you like an apple، an apple. طيب لو عايز اقول يا ابطال هل تودين بيضة واحدة؟ would you like an egg، would you like an egg. لو عايز اقول هل تودون شمسية علشان الجو حر في الشمس هقولها ازاي؟ would you like an umbrella. يبقى an امتى؟ قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت ايه؟ متحرك. مكملين يا ابطال.
نعم موافق yes please. طيب لو مش عايز هقول ايه؟ no thank you. no thank you. can I have some grapes too? can I have some grapes too? هل يمكنني الحصول على بعض العنب ايضا؟ can I have some. can I have some اسلوب طلب استخدم مع some. can I have some. وخلي بالك لسه قايل لك بعد some بيجي جمع. can I have some grapes. can I have some mangoes. can I have some tomatoes. can I have some onions. can I have some bananas. هل يمكنني الحصول على بعض العنب؟ can I have some grapes too. تو معناها ايضا تو. بعد كده بقى البياع بيعرض عليهم حاجات تانية. how about buying. how about buying. how about buying some lemons and pineapples too. ما رأيك في شراء بعض من الليمون والأناناس أيضا؟ how about. شايفين how about لازم لو جه وراها فعل ing. how about buy غلط يا مستر. how about buying. لو عايز أقترح اللعب هقول how about play or playing. لا playing. how about playing. خلي بالك أنا بستخدم some إمتى؟ في حالة الجملة المثبتة. تمام. وإيه كمان؟ لسه قايل لك من شوية في حالة الطلب. can I have some. تالت حاجة في حالة الاقتراح how about buying some. how about buying some. ولازم بعد some يجي ايه؟ جامع يا مستر. how about buying some lemons and pineapples too. تو معناها ايضا. no thanks. no thanks. لا شكرا. That's all I need for now. حلو جدا جدا. لو انا مش عايز حاجة محدش يضغط عليا واشتري حاجة مش عايزها اقول له ايه؟ That's all I need for now. مرة تانية. That's all I need for now. That's all I need for now. يبقى انا بستخدم الاقتراح how about بعد كده فعل في ايه؟ ing. how about buying some lemons. ممكن يجي اسم يا مستر how about some lemons على طول. يعني بعد how about لأما فعل ing لأما اسم. هنعرف بالتفصيل دلوقتي يا ابطال. تقديم الاقتراحات قلنا how about ممكن يجي اسم او ممكن يجي verb اخره ايه ing. how about having fish for lunch. how about fish for lunch. يعني ممكن اشيل having. ايوه ما احنا لسه قايلين بعد how about لاما verb ing لاما اسم عادي. how about having fish for lunch للغداء. how about having pizza for lunch. طب ممكن اقترح زبادي للعشاء. how about having yogurt for dinner. طب ممكن اقترح فول للفطار. how about having beans for breakfast. طيب ممكن اقترح لبن للعشاء. how about having milk for dinner. ممكن اقترح فراخ للغدا. how about chicken for lunch. او how about having chicken for lunch. يبقى لتقديم الاقتراح عندي ايه؟ how about لازم يجي بعدها فعل مضاف له ing او اسم. خلي بالك how about ing. ممكن يا كمان يا شباب اوجه اسئلة وارد عليها عن الطعام. ماذا تود؟ ماذا تحب؟ what would you like. what would you like. الاجابة I'd like some olives. خلي بالك would like او I'd like. I would like او الاختصار بتاعها apostrophe d like. I'd like some olives. what would you like. I'd like some chicken. انا قلت لك بعد some ممكن يجي جمع او يجي كمية. I'd like some olives. I'd like some oil. مفيش مشكلة.
السؤال عن اي شيء موجود. Are there any tomatoes? Yes, there are. طيب لو هما مش موجودين. No, there are. خلي بالك يا بطل. خلي بالك معايا دلوقتي. لو انا هسأل على كمية. Is there any? Is there any? عايز اسأل مثلا على مية. هل يوجد اي من المياه؟ Is there any water? عايز اسأل على العصير. Is there any juice? Is there any مع الكمية. لكن الجمع are there any وجمع. عند عرض شيء ما بطريقة مهذبة هستخدم ايه؟ Would you like some? Would you like some يجي وراها جمع او كمية. تاني Would you like some mango ولا mangoes? Mangoes. Would you like some banana ولا bananas? Bananas. Would you like some chicken? يبقى بعد some بيجي اسم كمية او جمع يا ابطال. ممكن استخدم Would you like a طبعا. Would you like a banana? Would you like a potato اسم مفرد and مع الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك. Would you like an apple? Would you like an egg? Would you like an ice cream? Would you like an orange? Would you like an umbrella? الإجابة لو موافق هقول إيه؟ Yes please. Yes of course. لو مش عايز No thank you. No thank you. ممكن أعرض على واحد بطريقة مهذبة بعض من عصير الليمون طبعا. Would you like some lemonade? Would you like some lemonade? Yes please. Yes please. أو No thank you. قلنا I would بتساوي I'd. عايز أطلب شيء بطريقة مهذبة هقول إيه؟ Can I have some والاسم اللي أنا عايزه. Can I have some water? Can I have some juice? Please, can I have some chicken? لو عايز mango, can I have some mangoes? عايز طماطم. Can I have some tomatoes? عايز بطاطس. Can I have some potatoes? Please. Yes, of course. Yes, of course. عندنا يا أبطال في حاجة اسمها countable nouns. يعني إيه countable nouns؟ يعني أسماء تعد. يعني ايه اسماء تعد؟ يعني ليها مفرد وكمان ليها جمع. الاسم المفرد زي ما احنا لسه قايلين من شوية لازم يبدأ بآه لو يبدأ بصوت ساكن. يبدأ بآه لو يبدأ بصوت ساكن زي كلمة a potato a man. هستخدم an قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك. an apple an egg an umbrella an ice cream an orange. ليه جمع؟ an apple بتبقى apples an egg eggs a potato potatoes a man men. يعني الجمع ممكن يكون منتظم اخره s او es او ies او جمع غير منتظم. فاكرين زي a child يعني طفل ده جمعها ايه؟ children a man men. مين شطور يقول لي جمع foot feet tooth teeth. لكن uncountable nouns اسماء لا تعد يعني ما ينفعش يكون قبلها او ان علشان هي دائما تعامل معاملة المفرد ملهاش جمع. رز رايس رز كتير رايس رز قليل رايس. ينفع نضيف لها رايس؟ غلط طبعا رايس بس. salt ملح. ينفع نقول salts؟ غلط salt بس لا تجمع. cheese جبنة. طيب ينفع اقول a cheese؟ لا ما ينفعش اضع قبلها a. water مياه sugar sugar سكر milk لبن. خلي بالكم دول كميات ليس لها جمع تعامل معاملة المفرد ما ينفعش اضع قبلها لا ولا ان. عايز استخدم بعض يبقى هستخدم some. We use a with singular countable nouns that begin with a consonant. انا بستخدم a قبل الاسم المفرد المعدود اللي بيبدأ بصوت ساكن.
I would like a banana please. شايفين a banana. banana هنا واحدة بس، موزة واحدة بس، بتبدأ بصوت ساكن. لكن أنا بستخدم an قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بإيه؟ بصوت متحرك. We use an with singular countable nouns that begin with a vowel. I would like an orange please. عايز برتقانة لو سمحت. لو عايز تفاحية هقول ايه؟ I would like an apple please. عايز بيضة. I would like an egg please. عايز ايس كريم. I would like an ice cream please. some. انا بستخدم some مع مين؟ خلي بالك some انا وبشرح من شوية بقول لك مع مين؟ مع الجمع ومع الكمية. مع الجمع ومع الكمية. We use some with plural countable nouns. مع الأسماء الجمع المعدودة. And uncountable nouns. ومع الأسماء الغير معدودة. يعني مع الأسماء المعدودة لازم يكون جمع. أيوة. Some book. غلط يا مستر. Some books. جمع. Some chairs. Some egg. يا مستر. Some eggs. بعض من البيض. لازم يكون بعد some اسم جمع معدود. I have some books. مع الأسماء التي لا تعد علشان كمية غير محددة. Some water. Some sugar. Some salad. مش آخرهم اسم. احنا قلنا كمية يا أبطال. She has some juice. خلي بالك some بنستخدمها في السؤال في ايه؟ في كذا حاجة. بس خلي بالك أول حاجة في حالة العرض والطلب. Would you like some tea? Would you like some tea? أنا بعرض عليك بعض من الشاي. Would you like some tea? ممكن بعض من الشاي. هل تود بعض من الشاي؟ طب لو سكر. Would you like some sugar? شايفين بعد some جاية كمية. وهنا ده أسلوب عرض. عايز أعرض عليه أبطال موز. Would you like some bananas. لازم جمع. في حالة الطلب. Can I have some? Can I have some? احفظها معاي. انا اول ما الاقي Can I have. ده اسلوب طلب يبقى هستخدم some. Can I have some water please? عايز يا ابطال تفاح. Can I have. انا عايز اطلب تفاح. Can I have some apples please? عايز عنب. Can I have some grapes please? عايز فراخ. Can I have some chicken please? كمان how about some. How about ايه some. انا بستخدم any. any مع مين؟ مع حاجتين. بنستخدم any مع الجمع المعدود ومع الاسم الغير معدود. بس امتى؟ في النفي والاستفهام. Any questions and negative sentences. في النفي وكمان السؤال. There aren't any vegetables in the fridge. شايفين aren't. اعرف ازاي ان جملة منفية؟ في كلمة not. يعني ممكن اقول There isn't any water in the fridge. خلي بالك isn't any لازم يجي وراها كمية. There isn't any water. ما فيش عصير. There isn't any juice. ما فيش سكر. There isn't any sugar. ما فيش طماطم. لا طماطم دي جمع. يبقى لازم اقول There aren't any tomatoes. يبقى isn't او aren't. ممكن كمان هستخدم don't. I don't have any coffee in the kitchen. Don't have. لو قلنا he doesn't have any يبقى don't او doesn't جملة منفية. isn't او aren't جملة منفية. في حالة صيغة الاستفهام. do you have any tomatoes? do you have any tomatoes? خلي بالك انا قلت لك do you have. هل لديك؟ ده سؤال عادي. لكن لو قلت لك can I have. Can I have some tomatoes? لكن لما أقول لك do you have any على طول. Do you have any tomatoes? No, I don't have any tomatoes.
Yes, I have some tomatoes. شايف الإجابة؟ السؤال إيه؟ هستخدم any. Do you have any tomatoes؟ ممكن أجاوب ب yes أو no. هل لديك أي طماطم؟ Yes, I have some tomatoes. لو عندي، لكن لو ما عنديش طماطم هقول إيه؟ No, I don't have any tomatoes. Is there any salad in the dish? هل يوجد أي سلطة في الطبق؟ لو موجودة، Yes, there is some salad in the dish. Yes, there is some salad in the dish. لو مش موجود، No, there isn't any salad in the dish. عايز اتكلم كمان على ايه شباب؟ يوميات، دايري دايري دايري، يوميات. The food diaries from healthiest to unhealthiest. الاكثر صحية للاقل صحية. In the morning, in the afternoon, in the evening. في الصباح, in the morning. بعد الظهر, in the afternoon. في المساء, in the evening. يعني ممكن نقول we have breakfast in the morning. مرة تانية, we have breakfast in the morning. We have lunch in the afternoon. We have dinner in the evening. طيب ممكن ناكل ايه في الفطار؟ We have beans, eggs and milk. للفطار هقولها for breakfast. For a breakfast. We have beans, eggs and milk for breakfast. بالنسبة للغدا, we have fish and salad for lunch. يا مستر في فرنش فرايز. ماشي, نقولها ازاي؟ We have french fries, salad and fish for lunch. In the evening, عندنا جبنة وخبز وكمان زبادي. We have cheese, bread and yogurt for dinner. فول مدمس for breakfast. Bread and bread, boiled egg, fresh juice. عايزين نقول الجملة دي أبطال. في الفطار بنتناول فول مدمس وخبز, بيضة مسلوقة وكمان عصير طازج. نقولها ازاي؟ We have فول مدمس and bread. We have فول مدمس and bread for breakfast. We have boiled eggs and fresh juice. الغداء عندنا كشري, سلطة وكمان عصير برتقان ولا برتقانة؟ لا دي برتقانة. لو قال لي اورنج جوس يبقى عصير برتقان. We have كشري, salad and an orange for lunch. عندنا زبادي وسلطة فاكهة في العشاء. We have yogurt and fruit salad for dinner. Fried eggs, french fries, cheese. We have two fried eggs, french fries and cheese for breakfast. بالنسبة للغدا, I have burger and french fries. بالنسبة للعشاء, I have pizza for dinner. تعال نشوف البنوتة الجميلة بتقول ايه. Cheese and bread, cucumber jam, cucumber خيار. I have cheese, bread, cucumber and jam. And بتيجي قبل الاسم الأخير يا أبطال. Cheese, bread, cucumber and jam. بالنسبة للغدا بتتغدى إيه؟ I have chicken, French fries and rice. خلي بالك فرنش فرايز الاف لازم تبقى كابيتال علشان فرنش اصلها لغة فرنسية واللغات لازم الحرف الاول يكون كابيتال, بس هنا معناها بطاطس مقلية. اول ما اشوف كلمة فرنش
على طول الاف كابيتال يا ابطال. قالت ايه؟ I have chicken, french fries and rice for lunch. العشاء. I have yogurt, honey and cake. Yogurt, honey and cake. We can eat kosheri for a lunch. طبعا ممكن ناكله في الغداء. الكشري بيبقى لذيذ جدا. Choose the correct answer from A, B, C or D. There is water on the floor. هستخدم any. any بتيجي يا مستر في الجملة المنفية. والسؤال هنا لا جملة منفية ولا سؤال، يبقى any مش هتنفع. طب ممكن استخدم A. A قبل الاسم المفرد اللي ليه جمع، لكن water دي كمية، يبقى مش هينفع A ولا an. يبقى هستخدم ايه؟ some. there is some water on the floor. floor يعني أرضية. يوجد بعض من المياه على الأرضية. we want space tea please. تي دي كمية، يبقى مش هينفع لا آ ولا آن. any مش هينفع any علشان دي جملة مثبتة، يبقى هستخدم some. we want some tea please. I went to the zoo yesterday and I saw elephant. elephant فيل واحد بس. ايوه يبقى مش هينفع سام علشان بعد سام بيجي جمع. مش هينفع اني علشان دي جملة مثبتة ما فيهاش didn't see. هستخدم اه ولا ان. elephant يبدأ بصوت ساكن ولا متحرك؟ متحرك. هستخدم ان elephant. they didn't eat. didn't جملة منفية، على طول هستخدم any. وخلي بالك apples تفاح جمع، مش هينفع an علشان دي جمع. an قبل الاسم المفرد بس. would you like اسلوب العرض، اسلوب الطلب، الاقتراح، هنستخدم some. would you like some؟ can I have some؟ How about some؟ احفظهم معاي. Would you like some؟ Can I have some؟ How about some؟ There aren't any جملة منفية يا مستر على طول. لا يوجد أي برتقان في المطبخ. There aren't any oranges in the kitchen. I would like cheese. cheese جبنة كمية، مش هينفع لا ولا آن. تمام. طب ينفع استخدم any؟ any في حالة الجملة المنفية، ودي جملة مثبتة هستخدم some. there are مش هينفع any، ما قالش aren't. ممكن an، لا دي جمع وتبدأ بصوت ساكن. ينفع a، دي جمع ويبدأ بصوت ساكن بس هي جمع، مش هينفع استخدم a. هستخدم هنا ايه؟ some. My mother needs onion. onion دي بصلة واحدة بس. ممكن اقول an onion لو بصلة واحدة، لو بصل كتير onions. يبقى استخدم ايه؟ an onion. an onion او some onions. don't fear Mr. Nasr is here. ما تنساش سبسكرايب، اشترك الان، فعل الجرس لكل علشان يصلك كل جديد. مستر نصري loves you so much. رايح فين؟ يلا مع بعض نحل تدريبات المعاصر، نجهز كتاب المعاصر ونبدأ مع بعض يا أبطال. السؤال الأول: listen and write T true or F false. true يعني صحيح، false خطأ. الاول يا ابطال زي ما تعودنا في الدرس الاول لازم اقرا الجمل كويس وما حلش، لازم افهم قبل ما المستر يقول لي نص الاستماع. I like visiting my grandma's house. احب زيارة منزل الجدة. My grandma has an apple tea an apple tree. My grandma has an apple tree. الجدة عندها شجرة تفاح. ويوجوالي عادة، نحن عادة. ويوجوالي هاف فريش ليمونز اند مانجوز
for her garden. عادة عندنا ايه؟ ليمون طازج ومانجا طازجة من ايه؟ من حديقتها. فهمنا المعنى؟ تعال يا ابطال. I really like visiting my grandma's house. دي اول اجابة. اكتب اجابتك. My grandma has a mango tree in her garden. عندها شجرة مانجو في حديقتها. She has got a lemon tree in her garden too. ايضا we usually have fresh lemons and mangoes from her garden. تعال نشوف الاجابات. I like visiting my grandma's house. True. My grandma has an apple tree. هو قال لي lemon tree ومانجو tree. We usually have fresh lemons and mangoes from her garden. True. كلام صحيح. Would you like, هبص على الكلمة اللي بعد النقط. Orange مفرد ولا جمع؟ مفرد يا مستر. يبقى مش هينفع some. يا مستر ما انت قلت لي would you like some. ايوه would you like some لما يجي بعدها جمع او كمية. هنا orange يبقى هستخدم an. would you like an orange اسم مفرد يبدأ بصوت متحرك. Are there, هل يوجد؟ ده سؤال. هستخدم any. are there any box on the desk? We can eat for dessert. dessert يعني التحلية. ممكن ناكل ايه للتحلية؟ We can eat chocolate. We need some for salad. نحتاج بعض من ايه للسلطة؟ cucumbers. cucumbers خيار. Read and match A with B. How about, بعد how about يا مستر verb ing أو اسم. وده سؤال هستخدم how about buying some apples. Will you come, هل سوف تأتي to the market with me, إلى السوق معايا. We haven't got, haven't جملة منفية يبقى يجي بعدها any. We haven't got any milk. I would like, I would أو أحب. I would like some carrots please. I would like some carrots please. Reorder the words to make correct sentences. نعد ترتيب الكلمات علشان نكون جملة. I would like, أحب. I would like, أحب إيه؟ بعض من التفاح. I would like some apples please. I would like some apples please. Some buying about lemons to have. How about بعد كده verb ing. How about buying, ما رأيك في شراء some lemons to. How about buying some lemons too. What, ده سؤال أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. What, فين الفعل المساعد؟ What would, what would you like for lunch. ماذا تحب في الغداء؟ What would you like for lunch. Are there any على طول. Are there any وبعد كده جمع. Are there any onions? Are there any onions in the fridge? مرة تانية. Are there any onions in the fridge? لازم يا بطل تكتب بخط جميل, تسيب مسافة بين كل كلمة والتانية, تبدأ الجملة بحرف كابيتال وتنتهي فول ستوب أو كويشن مارك. لو في كومة قبل تو أو قبل بليز اكتبها. ما تنساش حاجة. Read the text and answer the questions. ليلى بتتكلم عن نفسها بتقول I am Layla, I am in grade 5. I always get up. يعني ايه get up؟ يستيقظ. I always get up at 6. I have my breakfast with my family.
استيقظ الساعة 6 بفطر مع عائلتي. I have yogurt and fruit salad. My sister likes to have fried eggs and bread. My parents like to have full مدمس. In the afternoon, my mom and I go to the market. ماما وأنا بنذهب إلى السوبر ماركت بعد الظهر. We buy chicken, burger, vegetables and rice. For lunch, بنشتري دجاج وبرجر وخضروات ورز علشان غدا. My sister and I always help our mom in the kitchen. أختي وأنا دايما بنساعد مامتنا في المطبخ. لازم الكل يساعد ماما يا أبطال. ليلز هاف فول مدمس فور بريكفاست. مين الأكل فول مدمس؟ father and mother parents. صح كده الوالدين فطروا فول مدمس. The underlined phrase get up. Get up معناها ايه؟ means يعني يقصد او معنى. Wake up, climb, climb يتسلق. Wake up يستيقظ. Play يلعب. Sleep ينام. Wake up بتساوي كلمة means get up. ايوه get up means wake up. Wake up means get up. Where does Layla go in the afternoon? Where يعني أين؟ أين ليلى تذهب بعد الظهر؟ She goes to the market with her mom. She goes to the market with her mom. هشطب على where واشطب على does وهنزل بشي. She goes to تذهب إلى المكان وبعد كده أكمل باقي الجملة. What does Layla have for breakfast? She has yogurt and fruit salad. She has بشطب على what و does وليلى نزلها بشي وشي بتاخد has. She has yogurt and fruit salad. Banquet wait ضع علامات الترقيم. Can I have some grapes please? C الحرف الأول لازم يبقى capital. I لازم يبقى capital يبقى C وبعد كده I. Can I have some grapes please? Write an email of about 40 words about your balanced diet to your friend Hani. Your name is Amr, اسمك Amr, and your email address is amr@gmail.com. Your friend's email address is hani@gmail.com. هجاوب عن ايه؟ What do you have for breakfast? ماذا تتناول في الفطار؟ What healthy food do you have? يعني ممكن أقول I have وأي أكل بفطر. I have for مدمس for breakfast. I have bread for breakfast. I have for مدمس eggs and bread for breakfast. واحد تاني يقول I have yogurt, cheese and bread for breakfast. براحتك. إيه الحاجات الصحية اللي ممكن نأكلها؟ We have كذا. طيب ازاي ابدأ بايه؟ from مين؟ من مين يا ابطال؟ ايوة from اللي هو اسمك انت. from عمر لحساب عمر @gmail.com. to الى صديقك لحساب ايوة to مين؟ هاني @gmail.com. subject الموضوع. الموضوع عن ايه؟ my balanced diet. my balanced diet. طب في مقدمة الأول أقول دير. دير مين؟ دير هاني عزيزي هاني طبعا صديقي. يبقى أول حاجة from مين؟ amr@gmail.com to hani@gmail.com. subject balanced diet. دير مين؟ دير هاني. مقدمة How are you and your family? كيف حالك وحال أسرتك؟ اتكلم عن اليوم بتاعك. I get up at 7 o'clock in the morning. I have breakfast with my family. أتناول فطار مع أسرتي. My breakfast consists of تتكون من cheese, milk and bread. طب ممكن نقول I have cheese, milk and bread for breakfast. طبعا. They are all healthy foods.
كلهم طعام أو أطعمة صحية. I have some vegetables and fruit. أتناول بعض من الفاكهة والخضروات because they have a lot of vitamins. لديها الكثير من الفيتامينات. I wish you good luck. أتمنى لك حظا سعيد. Write to me soon. اكتب لي قريبا. Yours صديقك مين؟ Yours from yours مين؟ اللي عندي from فوق مين؟ أيوة من مين؟ من عمرو. Yours عمرو. Yours إيه عمرو؟ أول حاجة from، بعد كده to، بعد كده subject، بعد كده dear واسم المرسل إليه، بعد كده مقدمة، أختم في الآخر write to me soon. Yours واسم الراسل. بعد كده Mr. Nasri loves you so much. Don't fear. Mr. Nasri is here. رايح فين؟ اكتب لي تعليق جميل جدا. لو عجبك حاجة في الحلقة بتاعت النهاردة. Don't fear. Mr. Nasri is here. Goodbye. هتوحشوني كتير يا أبطال. حد لما أشوفكم في الحلقة القادمة.